من اكتر الناس اللي حصل لي نوع ضحكت الراجل اهو. اه والله هيدفع اوعى تتخانق. لا اتفرج عليك انا بتكلم على النماذج حبيبي. على النماذج اللي هي ما بتستغناش عنها اللي انت بتتمناها. أيوه. حاجه واحد زي طارق حامد ليه لا؟ مش ممكن يبقى بره المنتخب، ما ينفعش. حتى يا سيدي مش عايز يبقى ليه مكان في الناس اساسيه، لكن طارق لازم يبقى موجود. أيوه. انا هقول لك على عيب كمان انا كان نفسي يبقى موجود، ممكن حد يعترض عليا، احمد فتحي. انت ازاي ما تفكرش باحمد فتحي؟ الراجل بيلعب ثلاث مراكز في ملعب، قلت له سنه ما تبداش بيه، خليه ورقه رابحه معاك زي ما كانوا سبب بيتكلموا. مستر موسيماني في الباك رايت هقول لك حاجه، يعني مستر موسيماني كان بيقول لك دلوقتي انت مش لازم كل اوراقك تبدا بيها. احمد فتحي ده ماتشاته بكره بالظبط، باك رايت بداياته بكره، باك رايت ممكن تلاقيه مساك، هتلاقيه نص ملعب، هتلاقيه ده لاعب باك ليفت. بتتكلم على الروح ايمن اشرف احمد فتحي ده خلاص، بس الحاجه انتهت. لكن بكره ان شاء الله حاجتين مهمين جدا يا مهيب، ما تفكرش في النتيجه، ركز في المطلوب منك، احترامك الكامل لكوت ديفوار من غير خوف، واوعى تفكر في نتيجه، العب عندك ثقه في نفسك ان انت بطل البطوله دي. تمام.